في عناوين هذه النشرة: لا جديد في قضية استجواب حسان دياب، فهل تراجع صوان؟ الحريري: رد على جريصاتي، الأجوبة التي تبحث عنها موجودة لدى رئيس الجمهورية. الرئيس عون لتضافر الجهود من أجل أن يستعيد لبنان دوره. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. في وقت كان من المتوقع أن يستمع فيه المحقق العدلي فادي صوان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في قضية انفجار المرفأ، إلى أين وصل مسار التحقيقات؟ التفاصيل مع الزميلة ريتا نصور أنجليني. ريتا، يعطيك العافية، شو الجديد بموضوع الاستجوابات للقاضي صوان بين اليوم والأيام المقبلة والتعاطي معه؟ الله يعافيك يا جورج. فينا نقول انه ما في جديد، لا استجواب ولا رح يتم استجواب لا حسان دياب ولا الوزراء المدعى عليهم بقضية تفجير المرفأ. مثل ما كان متوقع ومعروف منذ صدور بيانه الأخير، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يستقبل المحقق العدلي لاستجوابه. مصادر السرايا ترفض باتصال مع الأو تي في وضع الأمور بهذه الخانة، وبتقول مش قصة استقبله أو ما استقبله، اللي فينا نقوله أنه ما في أي جديد طرق. وهم بتذكر المصادر ببيان دياب الأخير اللي اعتبر فيه أنه الادعاء عليه هو مس بموقع الرئاسة الثالثة وتجاوز للدستور، وأنه اللي عنده قاله. على نفس الخطى يسير الوزراء الثلاثة المدعى عليهم بهيدي القضية، مفترض كانوا يستجوبوا الثلاثة والأربعة، ولكن أيضا ما راح يروحوا على هيدا الاستجواب. مصادر الوزير علي حسن خليل اكتفت باتصال مع الأو تي في بالقول أنه الوزير السابق والنائب الحالي لن يمثل أمام القاضي صوان، فهو لم يتبلغ باستجوابه أصلا وبموعد هيدا الاستجواب إلا عبر وسائل الإعلام، ناهيك عن كون ما يقوم فيه صوان مخالف للقانون والدستور برأي علي حسن خليل. مصادر غازي زعيتر بتروح أبعد من هيك وبتقول أنه هو لن يمثل ولن يقدم دفوع شكلية حتى بعدم اختصاص القاضي، وهو يستند بموقفه إلى الدستور والمادة 40 منه. وبتقول المصادر الدستور فوق كل القضاة والمحامين والمحللين، وبتشدد على أنه وزير الأشغال السابق لم يكن على علم بوجود المواد المتفجرة. أما يوسف فنيانوس، صحيح أنه هو ليس نائبا وبالتالي لا يتمتع بالحصانة النيابية، ولكنه محامي وأيضا يتمتع بحصانة بهذا المجال. مصادر قريبة منه بتتوقع عبر الأو تي في أنه يتقدم بالساعات المقبلة، هو موعد استجوابه بكرة الثلاثة. تتوقع المصادر أنه يتقدم بدفوع شكلية بعدم اختصاص القاضي صوان للنظر بهذه القضية. هون بيطرح نفسه، شو المسار القضائي اللي ممكن تسلكه هذه القضية إزاء كل هذا المشهد. مصادر معنية ومتابعة لهذا الملف بتقول أنه نحن أمام ثلاث خيارات: إما المحقق العدلي بياخد إجراءات بحق المتغيبين المدعى عليهم، منا مذكرات توقيف وجلب، وهذا الخيار مستبعد بالسياسة طبعا، أما يتنحى عن هذه القضية معتبرا أنه السلطة السياسية لم تتجاوب معه، وإما نوصل إلى تسوية سياسية. هذا هو المشهد باختصار جورج. علما هون خلينا نذكر أنه في حال وصلنا إلى سيناريو تنحي القاضي صوان مثل ما عم بيرجح البعض، فهيدي منا سابقة. قبل سنوات سنة 2005 تنحى أيضا القاضي ميشيل أبو عراج عن قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه بجريمة 14 شباط. جورج، شكرا لك زميلة ريتا نصور أنجليني. رد المكتب الإعلامي لرئيس المكلف سعد الحريري على الرسالة المفتوحة التي وجهها إليه مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، مؤكدا أن الرئيس المكلف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد وإعادة أعمار ما دمره انفجار المرفأ. أما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة. وأتى في بيان الحريري: لقد التقى الرئيس المكلف رئيس
الجمهورية على مدى 12 مرة في محاولة حثيثة للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وهو في كل مرة كان يعبر عن ارتياحه لمسار النقاش قبل أن تتبدل وتتغير الأمور مع الأسف بعد مغادرة الرئيس الحريري القصر الجمهوري. وتابع من المحتمل أن يكون رئيس الجمهورية لم يطلع مستشاره على أن الرئيس المكلف وفي الزيارة الأخيرة له إلى قصر بعبدة قبل أيام قدم تشكيلة حكومية كاملة متكاملة بالأسماء والحقائب من ضمنها 4 أسماء من اللائحة التي كان رئيس الجمهورية سلمها للرئيس المكلف في ثاني لقاء بينهما، وهي لائحة تتضمن أسماء مرشحين ومرشحات يرى فيهم الرئيس المؤهلات المطلوبة للتوزير. فإذا كان فخامته لم يزود مستشاره بالتشكيلة الحكومية فإن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف على أتم الاستعداد لتوفيرها بالسرعة اللازمة. وقد يكون من المفيد لمعالي المستشار أن يعلم أن الرئيس سعد الحريري منذ تكليفه تشكيل الحكومة لم يتوقف عن التواصل مع الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية وحكومات دول شقيقة وصديقة، وأمامه الآن برنامج متكامل لإطلاق آلية مدروسة لوقف الانهيار وإعادة أعمار ما هدمه انفجار المرفأ وتنفيذ الإصلاحات وأقرار قوانين أساسية مثل قانون الكابيتال كنترول، مشيرا إلى أن كل ذلك ينتظر توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانبا، وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل أبدا تحت أي ذريعة أو مسمى. أيضا دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى تضافر جميع الجهود من أجل أن يستعيد لبنان دوره في محيطه والعالم، مشددا على أن اللبنانيين يتطلعون إلى المجتمع الدولي ليقف إلى جانبهم ومساعدتهم. أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عن أمله في أن يتمكن لبنان من تجاوز الصعوبات التي يمر بها حاليا، داعيا إلى تضافر جميع الجهود من أجل أن يستعيد لبنان دوره في محيطه والعالم، لافتا إلى أن اللبنانيين الذين عانوا خلال هذه السنة من صعوبات اقتصادية ومالية وصحية يتطلعون إلى المجتمع الدولي ليقف إلى جانبهم ومساعدتهم في إنهاض بلدهم من جديد وإخراجهم من الأزمات التي تراكمت عبر السنين. كلام رئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدة السفير البريطاني كريس رامبلينغ وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة السفير رامبلينغ في لبنان والجنرال لوريمير في المنطقة. ونوه رئيس عون بالجهود التي بذلها السفير البريطاني في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة. كذلك أشاد بدور الجنرال لوريمير في تطوير التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني من خلال المساعدات العسكرية التي تضمنت بناء 41 برج مراقبة و 38 مركزا متقدما على الحدود البرية، إضافة إلى 13 منظومة مراقبة متحركة وتدريب عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن وبناء مراكز للشرطة. كذلك شملت المساعدات البريطانية دعم القطاع التعليمي والمساعدة في أزمة كورونا والمساهمة في تمكين لبنان من تحمل عبء النزوح السوري، فضلا عن المساعدات العاجلة التي قدمت عقب الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. وأكد رئيس عون أن معركته من أجل الإصلاح مستمرة والمجتمع الدولي يدعو إلى تحقيق الإصلاحات كشرط أساسي لتقديم المساعدات إلى لبنان للنهوض مجددا اقتصاديا وماليا. بدوره أعلن السفير رامبلينغ عن حزنه الشديد لمغادرته لبنان لأسباب عائلية خاصة، متمنيا للبنان استعادة استقراره وعافيته وللشعب اللبناني التمكن من تجاوز الصعوبات التي يمر بها الوطن، لافتا إلى أن بريطانيا ستبقى إلى جانب لبنان ومؤسساته لا سيما الأمنية منها، لافتا إلى أنه سيعمل من موقعه الجديد على تطوير العلاقات بين البلدين. من جهته أكد الجنرال البريطاني على أهمية التعاون العسكري بين لبنان وبريطانيا وقدم خلفه الذي سيتولى مهمته ويزور من حين إلى آخر لبنان للسهر على العلاقات بين الجيشين اللبناني والبريطاني لتحقيق المزيد من الإنجازات العسكرية. جديد الملف الحكومي في هذا التقرير للزميلة غريس مخايل.
رمت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عبر الأو تي في الكرة مجددا في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري بعدما قدم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ملاحظاته على التشكيلة الحكومية التي طرحها الحريري، وذلك لعدم توافر المعايير الواحدة فيها. وأملت المصادر في أن يأخذ الحريري هذه الملاحظات بالاعتبار انطلاقا من مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة التي نص عليها الدستور. في المقابل لفتت مصادر الحريري عبر الأو تي في إلى أن الحريري سيأخذ ملاحظات الرئيس عون بكامل الأهمية ويعود لرئيس الجمهورية في بحر الأسبوع الطالع ويبحث معه في التعديلات بما يتناسب مع قناعاته بالحدود التي رسمها للحكومة التي يريد أن يديرها، وهي حكومة من 18 وزيرا وليس فيها حصص للسياسيين. وتبعت المصادر بالقول أن سعد الحريري يريد أن يصل إلى نتيجة عبر أنجاز حكومة، ومن الضروري أن يصارح اللبنانيين بواقع الأمر الأساسي وهو أنه يحاول ضمن قناعاته أن يؤلف حكومة، ولذلك طلب أن تكون اللقاءات بينه وبين رئيس الجمهورية تحت عدسات الكاميرا. وختمت المصادر بالقول لا يجب العودة إلى تركيبة الحكومات الفاشلة التي يقترحها رئيس الجمهورية، وهي العودة إلى البرلمان والكتل التي يتألف منها، لأنها ستفشل كما هي الصورة في الحكومات التي مضت، بغض النظر عن رأي حزب الله الذي لا يمكن أن تدعم حكومة وهو فيها إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبغض النظر عن رأي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وللجملات الذي دائما ما بيعجبه شيء ويحاول أن يحصل على أكثر مما بيطلع له. ختمت مصادر رئيس الحريري بالقول رئيس الجمهورية مسؤول عن وقف الانهيار، ومن المفروض ألا يخلق عراقيل جديدة أمام الحريري. في خط مواجه ترد مصادر متابعة عبر الأو تي في على مصادر رئيس الحريري بالقول كأن الحريري رجل غير سياسي لا يرأس حزبا حاكما منذ 30 عاما، لا يمكنه أن يعتبر أن الجميع ما بيسوه لأنه حينها يكون هو أيضا ما بيسوه، فهو جزء من منظومة طويلة عريضة. وتبعت المصادر بالقول أن سياسة إنقاذ البلاد لا يمكنها أن تقوم على إلغاء المكونات اللبنانية، وهذا الأمر لا يقبله عاقل. وقالت المصادر حري بالحريري أن يتعاون مع الرئيس عون الذي هدفه تحقيق المساواة عبر المطالبة بالمعيار الواحد وليس وضع عراقيل له، وبالنهاية ما من أحد يستفيد من التأخير في تشكيل الحكومة. وختمت المصادر بالقول رئيس الجمهورية هو صمام الأمان في البلاد، ومن هذا الباب تأتي نصائحه لرئيس الحكومة، وهو يريد أن يحافظ على السلم الأهلي والاستقرار في ظل المخاوف من هزات. استنادا إلى التفويض الذي أعطي له بتاريخ 3/12/2020، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في 10/12/2020 على محضر التفاوض حول بنود مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ في لبنان بقيمة 246 مليون دولار، على أن يتم عرضه على مجلس أمناء البنك الدولي المقرر في 17/12/2020. أمنيا وفي سن الفيل، العثور على رمانة يدوية معدة للتفجير، وتفاصيل مع الزميل جورج عبود. جورج تفضل. نعم جورج، بالفعل مثل ما ذكرت ومنذ الصباح الباكر وعند بدء حركة الشعبية، حركة المواطنين بالخروج يعني إلى أجهالهم، أثر على قنبلة يدوية بمنطقة سن الفيل وتحديدا بين شارعي فينرجيون وشارع الغزال. يعني من بعد إدلاج القوى الأمنية بالموضوع صار في صوت أمن بالمكان، هيدي القنبلة اللي كانت مرمية إلى جانب الطريق، وبالتفاصيل اللي حصلنا عليها المعلومات الأمنية بتشير إلى أن القنبلة اليدوية اللي عثر عليها نوع هجومية شرقية وهي صالحة للاستعمال. يعني من بعد ما إجا خبير المتفجرات بالشرطة القضائية ومن بعد ما صار في عملية استخلاء للمكان وإبعاد المدنيين، تم عملية تفخيخ هيدي القنبلة وتفجيرها بمكانها، لأن تعذر عليهم أنهم ينقلوها إلى مكان آخر نظرا لخطورتها، وكان ممكن من أنها تنفجر إذا صار في عملية نقلها من المكان. بالفعل يعني الشرطة القضائية نجحت بتفجير الرمانة اليدوية من بعد ما صار في عملية تفخيخها وعملية ردمها للرمول ودوليب الكاوتشوك لانتفاض الشظايا اللي ممكن أن تنتج عن عملية هيدا التفجير. أيضا جورج اسمح لي أشير إلى أنه التحقيقات رح تنطلق من نقطتين مهمة منذ قرابة الأسبوع، يعني وبمكان قريب كثير على مكان إلقاء هيدا القنبلة كان في عملية مداهمة وتوقيف لعدد من الناس من يحملوا الجنسية السورية وهن مرتبطين بخلية داعشية. وأيضا بده ينطلق من فرضية ثانية وهي حصول إشكال مبارح، إشكال فردي بين عدد من شبان بالمنطقة
هيدا صار الموضوع ايضا امبارح، واجت اليوم عمليه القاء هيدي القنبله. جورج اسمح لي شير ايضا الى انه المعطيات الامنيه بتشير الى انه هذا المكان هو حي شعبي، وبالتالي في تعذر ليكون في كاميرات مراقبه، وبالتالي ما رح نقدر نعرف كاميرات المراقبه اللي كانت ممكن انها تساعد في عمليه رصد مين الشخص اللي اجى ورمى هيدي القنبله باي ساعه باي وقت، وبالتالي شو الخلفيه وراءها. هذا الموضوع للاسف ما في كاميرات مراقبه نظرا لانه هو شارع شعبي، القنبله كانت موضوعه بمكان في محل خضره معروف كثير، وايضا بالوجه كان في مكتب مختار منطقه سن الفيل فادي خليل. اكيد تفاصيل اضافيه عن موضوع التحقيق اللي رح يصير لمعرفه شو خلفيات رمي هيدا القنبله رح نكون قيد موضوع ضمن نشره اخبار المكتب. شكرا لك زميل جورج عبود. أكد وزير الصحة في حكومة تصريف العمال حمد حسن خلال إطلاق تطبيق نظام تتبع الأدوية في لبنان أننا لسنا غائبين عن متابعة ملف كورونا، ورغم الشجون نعمل على متابعة مشروع السياحة الاستشفائية والمختبر المركزي. وفي مؤتمر صحفي كشف حسن أننا نحتاج إلى المؤازرة التقنية والمعلوماتية للتغلب على تحديات حياتنا الدوائية في ظل سياسات الترشيد دعم الدواء. المشروع بنعرف عنينا هالفترة نحن من أكثر من معضلة ومشكلة بسوق الدواء، ولكن بدي حي الجميع، نقابات، نقيب الصيادلة، نقيب المستوردين، نقيب مصنعي الأدوية، المستودعات اللي رحنا زرناهم بلغة لطيفة وكنا عم نتعاون نحن وياهم لنشوف وين في خلل. مظبوط انه اخذ منا جهد وتعب وتتبع واوقات احراج، لانه مش كل مين حدا بتزوره انه لازم يكون هو لا سمح الله مرتكب، لا، كنا نحن عم نروح لحتى نحدد الخلل، ان كان على الاستيراد والاحتفاظ ببعض الكميات بالمستودعات او عند الوكيل، او من عدم عدالة نوعا ما بتوزيع أو حجز الدواء ببعض الصيدليات، أو في تهافت من المواطنين لحفظ أدوية عندهم. كل هذا عمل مشاكل وكان بصعوبة بمكان أنك تقدر تضبط كل هذه الجزئيات الخلل اللي كان صاير لولا أنه ما تعاوننا جميعا. تعاوننا، ليش ما بدنا نقول أنه من ثلاثة أشهر كيف كان سوء الدواء ومشاكل الدواء وهلأ كيف صارت؟ المزيد من الأخبار بعد الفاصل. معاشيا، مزارعو الموز في الجنوب يرفعون الصوت لفتح أسواق التصدير ومكافحة الاحتكار. سلسلة مشاكل يعاني منها مزارعو ومصدرو الموز في الجنوب، أبرزها شراء الأدوية الزراعية على دولار السوق السوداء، أسواق خارج الأطر التنظيمية التي تشكل نوعا من المنافسة غير المشروعة، بالإضافة إلى العراقيل التي تقف أمام تصدير الموز إلى الجوار، لا سيما إلى سوريا، العراق والأردن. عضو تجمع مزارعي الجنوب حسين ظاهر طالب المعنيين حصر تصدير الموز إلى الخارج عبر وزارة الزراعة ومكافحة بعض التجار المحتكرين لأسواق التصدير. نحن كمصدرين اليوم بنصدر حوالي 50,000 طن للأسواق السورية. اتفاق كان بين وزارة الاقتصاد وبين وزارة الزراعة اللبنانية والاتحاد الإقليمي بالتنسيق مع تجمع مزارعي الجنوب. نتمنى فتح الأسواق الأردنية عن قريب وفتح الأسواق العراقية لنجلب العمل الصعب على لبنان. كمزارعين ومصدرين نطالب وزارة العمل ووزارة الزراعة التنسيق مع بعضهم لتنظيم هذا القطاع، لأنه اليوم مركز مثل مركزنا نحن بيدفع ضرائب للدولة وبيدفع المالية، في بعض التجار أو بعض اللي عاملين حالهم تجار كل واحد حامل دفتر فواتير أو بلا دفتر فواتير عم يشتغل وعامل حاله تاجر وها عم يدور بالأسواق. قطاع الزراعة الواجب الالتفات له، واجب الدولة أنها تلتفت له بطريقة أكثر، تسهيل أمور المصدرين لحتى يطلعوا إنتاجاتهم لبرا، لحتى يكون في اتفاقيات أكبر بكميات أكبر للتصدير،
لأنه هذا القطاع هو القطاع الإنتاجي الوحيد اللي بعده فعال عنا بلبنان. المشاكل التي يعاني منها المزارعون في الجنوب إذا لم تعالج بالسرعة المطلوبة فالأزمة إلى تفاقم والإنتاج إلى كساد، بالتالي لن يحصل المزارعون التكاليف وهم أمام كارثة حقيقية. أخبار إقليمية ودولية بعد الفاصل. في الأخبار الإقليمية والدولية، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن بلاده كانت على اتصال منذ بداية الأزمة الليبية مع كل الأفرقاء لحثهم على الحوار. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي، شدد لافروف على أن العلاقات الاقتصادية تسير بشكل جيد مع الإمارات ونحن نتعاون معها في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19. وأوضح أنه بحث مع وزير الخارجية الإماراتي التطورات في المنطقة، مؤكدا أن روسيا دعت إلى تعزيز الثقة في منطقة الخليج لتحقيق الأمن. كما جدد لافروف موقف بلاده من السلام في الشرق الأوسط، مشددا على أن تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية. أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم. وقالت في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن فترة اخطار الكونغرس البالغة 45 يوما انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارئ المفعول اعتبارا من اليوم ليتم نشره في السجل الفيدرالي. لقاح كورونا ينتشر أكثر في العالم ويصل إلى كندا، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلن يستعمله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه عبر تويتر أنه لا يخطط حتى الآن لتلقي التطعيم ضد عدوى كورونا التي أصابته وشفي منها في وقت سابق. وكتب ترامب في هذا الشأن يقول: يجب على الأشخاص العاملين في البيت الأبيض الحصول على اللقاح في وقت لاحق من برنامج التطعيم الوطني ما لم تكن هناك حاجة ماسة لذلك. وأضاف: لقد طلبت إدخال هذا التعديل، أنا لا أخطط لتلقي اللقاح لكني أنتظر بفارغ الصبر الفرصة لأخذه في الوقت المناسب. وفي وقت سابق قال جون إليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن المسؤولين رفيعي المستوى من جميع الفروع الثلاثة للحكومة سيتم تطعيمهم وفقا للبروتوكولات التي وضعتها السلطة التنفيذية. وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أن ذلك يعني أن موظفي البيت الأبيض على وجه الخصوص سيتلقون اللقاح في أقرب وقت بالتزامن مع الفئات المعرضة للخطر من سكان البلاد. ونقلت صحيفة عن مصادر أن تطعيم المسؤولين الأمريكيين ضد عدوى كورونا ضروري لتأمين عمل الحكومة. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أن أول دفع من اللقاح ضد كوفيد-19 وصلت إلى كندا، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم. وقال ترودو على صفحته في تويتر: وصلت إلى كندا الدفعة الأولى من جرعات لقاح فايزر بايونتك، ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأ في التطعيم باللقاح. نهاية النشرة، ولكن للمزيد تابعوا الـ OTV دوما عبر انستغرام، فيسبوك، تويتر وموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.